بالنسبه للصالونات اللي كدير بروموسيون، ها كيفاش كيكون التعامل ديالها مع الكليون؟ تخيل تكون جالس وسط الصالون ويجي عندك شي كليان ويقول لك بغيت ندير بروشينغ للظهر، واش غادي ديروا له ولا لا؟ غنشوفوا هذا الفيديو كيف كان هذا البروشينغ للشعر ديال الظهر. ما فهمتش انا هادي واش تاتا ولا لاكوست، المهم كاين الابداع كاين، برافو عليك مزيان. هاد الماكينة لصحاب البروموسيو الا بغيتي تسرع الخدمة. هي غيكون ريحة شواط عندو فهاد الصالون. هاد الفيديو كيبان لي غير تمثيل، ولكن ممكن يكون في بعض الصالونات كيعملوا هادشي. ما تنساوش ديروا ابوني وبارطاج باش يوصلكم اي جديد.